جزاكم الله خيرا. هل يجوز قص الشعر من الأمام دون معذورين؟ قص الشعر للمرأة إذا كان للحاجة لعلاج أو لتخفيفه لكونها لا تستطيع مؤونته وتريد أن تخفف، إذا كان القص لحاجة فلا بأس، أما إذا كان للتزين فهذا ليس بمستحسن، لأن الزينة ببقاء شعر المرأة وجمال المرأة بلوائبها وشعر رأسها الذي جعله الله جمالا لها، وإنما حدث هذا القص تأثرا بالنساء الغرب والنساء المتأثرات بعادات الغرب. نعم.